حبيبة قصات يمكم لا رزق لصوتكو دقيقة بس خلي أسوي إشارة حتى أكمل بعد هو بس اللي يقدر يشارك البث خليه يشارك بالجروبات في دول حبيب قلبي عدنان في دول قلبك هيثم حبيبي هاي بالمانيا بالكم هذا البث من المانيا من الكم ها زين حلو نزالك الصوت والبارحة ما قدرت اسوي بيت لان الفيس ماتي ذاك مال حمودي عادل ما يخلوني اسوي بيه بيت حبيب قلبي خالد الكردي اللي في الغابة يروح يوم منطقة يوم قرية حتى يوصل للنت الا توصل يوم قرية يلا يجيك النت شوية في الغابة النت قوي النت ضعيف يعني شبكة ماكو عدنان حبيبي ويدك تدلل اخويا حبيبي نزار محمود ما مبين يا ولد اللي يقدر يسوي شو اسمه مشاركة بالبث حبيب قلبي كلفتني من بيلاروسيا على ألمانيا أنا طلعت من العراق الطيارة حجزت بعشرين ورقة النفر اتبهنا بألمانيا كذبان مو ذبان غضب حبيب النفر طلعت من العراق النفر مع الطيارة بعشرين ومن بيلاروسيا طلعتها من النفر بعشرين بس أنا عائلة حبيب تختلف أنا ومرتي وابني حبيب قلبي اللايف أنا عندي كان خط لايف بالغابة إلا تجيك شبكة يلا تقدر كل شيء تسوي إذا مو شبكة ما تقدر تخابر كذب لي يقول لك يشتغل بالغابات إلا شبكة ظل دور على شبكة وين ما تلقى شبكة يعني ها هي اعتبر روحك وصلت رأسا خابر وتوصل باعتبر روحك حبيب قلبي زين اكو اتصال بالعربة اكو شبكة حبيبي الشبكة تجيك منه توصل منطقة سكنية شهدي الحمد لله على سلامتك الله يسلمكم حبيبي اي حبيبي بس هسه من العراق غالية ماكو بعشرين ورقة غلت هسه يقول لك النفر مال الحجز اللي يسألون على الحجز يا ولد النفر هسه يقول لك صاير بثلاثين ورقة شركة نبع الجود صعدت الاسعار الله لا يوفقهم ذول الاستغلالية خالد الكردي الله كريم الله موجود Bye.
بابا. يا بابا حبيبي. هاي أكلوني. حبيب قلبي علي، علي وين أنت حاليا؟ حبيب أنا حاليا هسه بألمانيا. خالد الكردي حماده هم ب22 واقع ويصل المانيا. ايه حبيبي تعالم الله وكلكم وصلت حتى البلاش بالمانيا. واحد ويا منطى فلوس. احمد محمد الحمد لله على سلامتك، الله يسلمك حبيبي. لا حبيبي لا بابا لا اقعد. بابي هاي الشباب الزين جاي تفطر. ها حبيبي هذا الوحيد. اي تعال. لا 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 سد الباب سد الشباك سد سد. انزل 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 اتوقع انزل بابا انزل حبيبي. يا ولد فدوى العد اطفال خلي يجيبوا يا منوم. يا ولد العد اطفال خلي يجيبوا يا منوم. منوم يفيدك احمد. احمد حبيبي كلفتك كم من روسيا الالماني؟ حبيبي كلفتني النفر 20. احمد محمد خاضو حبيب قلبي اقعد. بابا وين صعد؟ تنزل انزل 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 لتوقع انزل انزل يا عمان استر علي انزل. انزل والله حبيب خل اقول لك المانيا ما ترحل ما بيها ترحيل احسن لكم. وهسه هذا الطريق من بيلاروسيا يعني صعبه شويه تعبر الباقي الدول. 2000 دولار حبيبي احمد. 2000 دولار مو 20 يورو لا 2000 دولار تعتبر. فؤاد ابن الجارة حبيبي وعليكم السلام اخوي. اسكت اسكت يا خابر. تعال انزل مش لعب التليفون. انزل يلا توقع انزل لعب التليفون انزل. لا حبيب احمد محمد خالو ما اقدر تضربه بوري يعني عائله صعبه شويه مو مثل الشاب وحيد. خالو عرفتني؟ لا والله ولا زغرم بيك بس قل لي من انت حتى اعرفك. ايمي سان شلون طلعت من الغابه؟ قد يقولون مسدوده هسه. لا حبيبي كذب ماكو مسدوده الغابه. شنو يسدوها بصبات كونكريت؟ كذب ما تنسد كل من وشطارتي. هاي عوائل شوفوها شلون عبرت على العوائل. بعد بابا 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 يا بابا اقعد يلا بابا. حبيب قلبه وربه لم الشمل ورا الإقامة حبيبي كلها ورا الإقامة. انت و... انت وشطارتك على الكيس مالتك. اجيب حبيب لا شوية ألمانيا طول بها لم الشمل يعني مو سهلة يعني حسب ما سألت الولد. والله اخويا هسه انا هنا بالكم ابو المانيا اكثريتها سوريين كلها سوريين هواي سوريين يعني عراقيين قليلين كلها سوريين يمنيين كرات. امير حيدر حبيبي اخويا حسن دوله للسوري اللي لم الشمل شنو. والله حبيبي تتبع الكيس مالتك انت على الكيس انت وشطارتك. احمد يعني من روسيا لالمانيا 3000 يورو؟ لا حبيبي 1500 يورو تعتبر 1600 يورو. يا ولد فدوى بشار كل بث. حبيبي خالو اروح لك فدوى حبيب قلبي. احمد محمد فدوى اروح لك خالو حبيبي. غير تقول انا خالك حتى راس انا اعرفك.
يا ولد اي واحد عنده سؤال، عنده استفسار، عنده شي خلي يكتب لي بالتعليق وانا اجاوبه، شي يريد انا حاضر. احمد حبيبي ممكن تخبرني بشخص اطلع معه من روسيا؟ حبيب قلبه انت طب شو اسمه اقرب، يعني انت شوف لك واحد تطلع وياه. يعني هسه انا بس خل اسالكم السوريين ويا من دي يطلعون، هسه راح اسالكم السوريين الكراد اشوفهم ويا من دي يطلعون. حبيب قلبي مرحبا اخي، حاليا انا بليتواني المهرب طلب مني 2200 يورو. لا هوايه دعوه 2200 يورو. امير حيدر تم اخوي يا ولد، فدوى مشاركة يا ولد، بس مشاركة اريد. حبيب قلبي فؤاد اريدك تنصحني على يا طريق اروح لالمانيا. حبيبي هو هذا المفتوح، هو الطريق المفتوح، هو الطريق المفتوح اطلع بيه. يا ولد بس هو مشاركة فدوى قلبكم على مود غيركم هم يستفاد خطيه، لان هو يطبولي بالخاص وكان ما اقدر اسوي بث فرادة ومن عندي بث، بس هو بيه مشاركة. أمير حيدر نجي بشهر 11 تنصحنا؟ حبيبي هو الطريق ما ينسد، هي هنا شغلة سحولة سياسية فما راح ينسد لا تخاف. أحمد محمد عرفتني مو الحمد لله على سلامتك في دول إلا شلون خال شلون ما أعرفك، إذا أنت ما أعرفك بعد شلون عرفتك؟ عرفتك خالص. اهم شي يا ولد اشتروا غراض، اشتروا شي اكل شرب مي، ترى احنا 4 ايام بقينا بدون لا اكل ولا شرب، والله ردنا نموت من ورا الاكل والمي. اللي عنده جار خليه يجيب له منوم، يعني ابنه صغير، ترى ابنه يفضحه ذا صغير كلش، خليه يجيب له منوم. واهم شي جهالكم، اهم شي تجيبوا لهم ملابس يعني تدفوهم جهالكم. يمشي جهال الدفون بالله الكبير يتحمل، لأن الغابة ترى رطبة وكلها مي وطين، فأنتوا حسبوا حسابكم. حبيبي كمال المهم نبي بياخذ الفلوس قبل ما يطلعك ولا بس توصل بياخذ؟ حبيبي لا من توصل، من توصل من توصل ياخذ من عندك. كيان بابا اعطيني هذا المي، اعطيني اياه هذا المي. حبيب قلبي يا ولد بس سوي مشاركة خلي غيركم يستفاد، فدوى اروح لكم، العدة جروبات العدة شي خلي يسوي بيه مشاركة. لا هذا الفوق بابا، هذا الفوق، لا اللي بصفه اللي بصفه، هذا المي، المي شبيك المي، هذا المي خلي اشرب. اي طيني يا ولد، اي واحد عنده سؤال عنده استفسار شيء يسأل هاي خليه يسألني، مو كل ساعة يطب لي على الخاص، الخاص ما اقدر احكي بيه ترى. امير حيدر المشكلة ما عم يعطي جوازات بسوريا، والله يا اخوي ما اعرف ذول اللي دي يطلعون هسه السوريين شلون. حبيبي حبيبي روان قديش بده وقت ليوصل من بيلاروسيا لهولندا مع المهربين؟ والله ما اعرف، يعني انت ومشيك، انت وسباعيتك، اكو عالم وصلت بثلاث ايام، اكو عالم باربع ايام، اكو عالم خمس ايام، اكو عالم هسه اللي هسه بعدهم بالغابه. انا بكم حدودي يعني بهولندا قريبه كلش، عندي 15 وحس المهرب ياخذ ايش مبلغ. ان شاء الله تحصل حبيبي تحصل، بس انت احكي لك ويا واحد ابن اوادم الله وكيلك بتحصل ان شاء الله تحصل. اكو هواي ولد اوادم يطلعون، اكو عالم حتى ببلاش تطلع من تقول له ما عندي ويجي سوالف وتقرا لليتيمه دي يطلعون ببلاش الله وكيلك.
كمال حبيبي كيف بتلاقيني في بيلاروسيا؟ بالجروبات حبيبي اسأل، اسأل الشباب، اسأل شو اسمه بالجروبات. هسه انا بالصفحه هاي اللي مسوي بيها بيت، هسه تلقى شباب اني يعني نشرت، واسمه ابو جبل اللي طلعت وياه انا نشرته ورقمه. انت اسأل اللي دا يطلعون، قلهم اعطوني ارقام، اعطوني شيء من واحد لواحد. انا طلعت ما عندي رقم بس واحد، صار عندي 1000 رقم. اسال هذا، اسال ذاك، يا هلا اشوفك بالي، تعال انت ويا من راح تروح، انت ويا من راح توصل، انت ويا من. بس اكو بيهم دول اللي دي يطلعون السوريين، دي يطلعون ويا واحد هو يمشي وياهم بالغابات، يدز وياهم ربري مشي صحوله. فهذا غالي، هذا يطلع بحدود اللي يعني اقل شيء نفر 50 ورقه 60 ورقه طلب علي. قلت له لا هوالي، يعني هذا شغلته مضبوطه. فؤاد رحمة على والديك، ما أعرف للطريق ليتهجعنا. والله حبيب ما افتهمتك، شنو ليتهجعنا؟ لو أي سلمان كيف منلاقي من بيلاروسيا لألمانيا؟ حبيبي مو جاي أقول لك بالجروبات تلقى 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 هواي عالم. أنت من راح توصل يا أهل تشوفه مبين، ترى العراقي مبين العربي، اسألهم اعطوني أرقام، ويا من راح تطلعون، ويا من راح توصلون اعطوني الرقم، اعطوني ما أدري شنو. هو من واحد لواحد، هو واحد يفيد واحد. انا طلعت انا ومرتي وابني بالطياره، تعرفت على عالم، بالفندق تعرفت على عالم، سويت الجروب 10 نفرات سويتهم 8 شباب وانا تاسعهم ومرتي، وطلعنا. كم متكلف لو وصلت حبيبي؟ انا طلعت من العراق كلفتني تقريبا ما يقارب بس من العراق 60 ورقه طيران، ومن بيلاروسيا لالمانيا 40 كلفتني. 60 ورقة يعني ما يقارب 5000 يورو تقريبا، اي تقريبا 5000 يورو. محمد رضا كريم، ايش قد كلفتك حبيبي من بيلاروسيا لحد المانيا؟ ويقدر الواحد يروح مشي ويضبط اموره لو صعب؟ وهي حبيبي هو من بيلاروسيا توصل تاخذ تاكسي، ومن هناك تروح، ومن هناك تكمل بعد طريقك انت مشي. اخوي انا هسه بالمانيا، انا هسه بالكمال المانيا، وصلت صار لي يومين من وصلت. أمير حيدر، بنتي عمرها 6 شهور أجيبها معي؟ والله يا حبيبي أنا شفت عالم عمرهم شهرين وجايبيهم، أنت بعد جاي ليش تبقيهم؟ جيبهم وياك، ليش تتندم بعدين؟ جيبهم لا تبقيهم، أهلك لا تبقيهم، لأن ترجع من وراهم ترى بعدين. أنا ذيك الطلعة الأولى طلعت 2/8 وصلت تقريبا الحدود اللاتفية، طبيت بالغابات مال اللاتفية، مشيت بيها كيلوين خليته ورجعت على مود اهلي، رجعت انه اضطريت رجعت للعراق، جبت اهلي وانه رجعت جيت. خب البداية انت حجزت ب7 ورقات ب$700. كم كلفتك كاملة من العراق الى المانيا؟ ما يقارب ال 120 ورقة، يعني 3 نفرات. زين العابدين، الحمد لله على سلامتك اخوي. الله يسلمك حبيب قلبي يا ولد، فدوى لقلبكم، فدوى لقلبكم، سووا مشاركه خلي غيركم يستفاد. بس مشاركه سووا، العده جروبات العده شي، خلي يسوي مشاركه يا ولد. مين لؤي سلمان، مين اكثر ثقة بين العراقيين في العراقيين؟ حبيبي والله انت بعد باو، انت من تطلع من تريد تطلع لك ويا واحد اسهل عليه، شوف منو طالع وياك قبله، يعني قبله منو طلع، شوف لك واحد طلع وياه واطلع وياه. نيجرفان العمودي،
أيمتى وصلت أخي؟ وصلت صار ليومين حبيبي. حبيبي بس فهمني هسه من نطلع لتركيا وراها وين أروح حتى أوصل حبيبي أنا ما طلعت على تركيا، أنا طلعت على بيلاروسيا. أمير حيدر ينعن عمري. إي والله تصعب. إي والله أخويا صعبة كلش. أنا شوف هذا ابني الله وكيلك، شوفه جبته وجيت وياي ما خليته، ما بقيت، رجعت على موده. إبراهيم الشيخ لي أي كمب أنت بألمانيا؟ بفرانكفورت. زين العابدين أخوي يرحم والديك، وضع الحدود حبيبي ما جاء لحد ياب الوقت حالي نسمع الوضع حاليا شي جد سيء. لا حبيب قلبه زين العابدين ما عليك بالعالم، أنا من طلعت هم قالوا له صعبة وتموت وكتلك الجوع ومن الحكي، ما لك دخل بحكي العالم كلهم كذابين. اتبع قلبك وروح قول يا الله أنا هسه قبل شوية من نزلت على كيل الله وكيلك دي يوصلون عالم، والله شفتهم وبعيني دي يوصلون، شفتهم حتى سألتهم ناس أكراد وناس سوريين، بس شوية العراقيين قليلين دي يجون لهذا الكم، أكثر شي سوريين يمنيين دي يوصلون لهذا الكم. عباس حسين انت ويا من طلعت ويا ابو جبل حبيبي. امير حيدر عملت 50 مشاركة فدوى لقلبك حبيب قلبي. يا ولد فدوى لقلبكم مشاركة سوي يا ولد، بس خلي العالم خطية تستفاد. ابراهيم الشيخ قريب علي ساعتين اي شي تحتاج بالخدمة. فدوى لقلبك حبيب قلبي ما تقصر اخوي، والله جماعتي هواي هنا بالمانيا خطية، جابوا لي غراض جابوا لي اكيل ما قصروا وياي يعني. ان شاء الله هي ايش كم يوم مطلعاني ما بقى شي، بس يقابلوني، بس هنا شوية عطلة. شهد مرحبا مرحب حبيبي. محمد حبيبي أريد أسألك، الإنترنت موجود في الغابة الروسية لازم توصل قرية؟ يلا تقدر، يلا تقدر شو اسمه يجيك الإنترنت. ها بابا وخر ايش بعد صوتك شلون طبق من الدقائر وخر. ها شو سوي ليش حبيب قلبي؟ شهد في اكراد. ايه حبيبي هواي اكراد، والله هواي اكراد، اكراد هواي هنا، اكراد من ندهوك من سليمانيه من اربيل هواي عالم. امير حيدر الله يحميك يا اخو تفرحني فيه يا رب. تسلم حبيب قلب عيوني اخويا امير حيدر. زين العابدين الف رحمه على امك يا طيب الله يوفقك يا اخوي حبيبي. خاد مكاني فؤاد بيجا سويت 100 مشاركة فدوى لقلبك حبيبي، والله خلي العالم تستفاد، انا على مود العالم خطية، اكو عالم دا تطلع ما تعرف شو تجيب غراض ما تعرف شو تجيب، يجون هيك عامي شامي ودا يتبهدلون. ابو تريك الهمام يا اخوي صاحب البث لا تاخذ شي في ذمتك، يجب ان تعلم الناس المخاضر ليس لكل يتوفق. اي حبيبي انا ما جاي اقول له تعال يلا ومشو يلا وهبت، بس العالم جاي يفيد اللي يحتاجوه شنو شلون يروحون على الطريق. انا ما جاي اقول له تعال اطلع، هو بعد هو ناوي يطلع، انا شو اسوي له؟ اقول له اقعد حبيبي لا تطلع، لو شوف روحه وصلت لا خير لا يطلع. جينا المانيا مالت ابويا. عباس حسين ايش قد ياخذ عنا فر ابو جبل وين تنزل السياره بالضبط وتوجه الصعوبات؟ حبيبي صعوباتها شويه بس بالغابه حبيب قلبي. عباس حسين واخذ 20 من عندي 20 ورقه 2000 دولار. والسياره نزلت لي يم الجسر مال فرانكفورت، هناك نزلتني عبرت باللي المشي طبيعي وسلمت. غيرت ايش قد كلفك حبيبي؟ كلفتني الطلعة والله قلت لك 220 ورقة هيجي تقريبا. بلاش يصعد اخي. اي حبيبي خلي خطية هاي العالم تستفاد. انا من سليمانية على راسي حبيبي، والله هواي عالم هنا من سليمانية من دهوك من اربيل. محمد رضا حبيبي ولو تعبت عادي اطلع انا ومرتي اقدر امشان ومرتي، لان ما عندي فلوس مهرب بصراحة اقدر اوصل. حبيب قلبه الله وكيلك اطلع وما عليك شان، مرتي طلعتها الله وكيلك حامل، والله حامل مرتي وطلعت وسق بشوية الله جبتها من المستشفى. اخوي بخصوص التاكسيات في بون اقدر احسن؟ لا حبيبي التاكسي زين العابدين ماكو توقف بالشارع وتطلب تاكسي ويصعدك رسني يوديك للشرطة، لازم تضبط لك واحد يزلك سيارة. حيدر عبد الدلفي حبش قد تكلف كل حبيب قلبه، انت حسب حسابك منو يتوصل البيلاروسية يراد لك فدي 30 ورقة مصرف حتى توصل. ابو تريكي 220 كم دولار؟ شنو 220 كم دولار؟ زين العابدين يا يوم طلعت من بيلاروسية حبيب قلب انا وصلت بيلاروسية يوم 29،
يوم اثنين بالشهر طلعت من بيلاروسيا. كم من نفر انت وياك طالع؟ حبيبي انا طلعنا 10 نفرات شباب وياي وانا ومرتي. سيد الموسوي حبيب قلبي، سيد الموسوي على راسي وعليكم السلام. حبيبي في اي مدينة انت؟ انا بفرانكفورت حبيبي. الحمد لله على سلامتك، الله يسلمك حبيبي. حيدر عبد الدل في 220 ورقة. لا حبيبي ايش دعوه 220 ورقة، 110 العفو 120 ورقة، 120 ورقة. عبود ابو كيان كيلو يعني حبيب قلبه، فدوى لقلبكم يا ولد. العدة قروبات، العدة شي، خلي يسوي مشاركة، خلي العالم خطية تستفاد يا ولد، بس سوونا مشاركة فدوى لقلبكم. الطريق للعوائل، والله حبيبي كل شيء العالم كلها دا تطلع عوائل وشباب وكل شيء دا يوصلون. انا هسه بالكم حتى معوقين شفت، هذول كرات شوفوهم، هذا اللي دا يحكي يقول من سليماني، هذول كرات. احكي اخوي ريحنا، كل العالم بدا يتروح، حق العراق وسوريا ودمروا مستقبلنا. شنو بعد؟ والله يا اخوي انا هم طلعت من الضيمه من العراق، قابل لو العراق بخير ابقى. حيدر له 22 عباب فرانكفورت، كان في دوريات بوليس. اي حبيبي كانت دوريات بوليس وسلمت بالليل اللي انا طلعت الصبح شويه تقدر تعبر. عباس حسين انا عائلي وطفلي طفل على سنتين وزوجتي قد تكلفني. حبيب قلب انا هم ابني عمره 3 سنوات وانا ومرتي، كلفتني 110 ورقه. حبيب قلبي انا كلفتني 10,000 و2,000 دولار، 10,000 و2,000 دولار. ابو ترك الهمامي زين شنو الموضوع ابو جو حب احكي لي تو. والله حبيبي بعد انت وحظك فرسان، هو الولد وصلني ما قصر وانا خطيه، بس قلت له عندي مره شويه متخربطه وهاي راس ندزلنا سياره. حبيبي ماكو 220 دولار للنفر اخذ، لا حبيبي 2000 دولار اخذ 2000. اخوي العزيز انت يا دوله، اخوي انا بالمانيا راس راس، اخوي العزيز انا بالمانيا. ابراهيم الدراجي السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي. حيدر عبد الدل في حسبالي 220. لا حبيب قلبي وين ايش ماخذ انا فيزا شنكر؟ انا هنا مهما كان ما تحتاج في كورونا اخي. حبيب قلبي ابراهيم الدراجي شو اخباركم؟ والله الحمد لله زينين، قاعدين دناكل ونشرب وننام الحمد لله على سلامتك، الله يسلمك حبيبي. والبرد شلون؟ والاطفال حبيبي جيبي لهم قباصيل وملابس وثمالة، من تمشي راح تدفي. طريق للاوائل عندي جهال، والله حبيبي شويه جهال شويه صعبه، بس والله يعني شفت واحد كردي جايب ويا 7 جهال اخي. ممكن اذا كان في دوريات في فرانكفورت يعني بقدر انزل اجيب حد من فرانكفورت؟ والله حبيبي بفرانكفورت اكو دوريات، طبعا اكو دوريات. اجرى الطياره من العراق لروسيا للنفر. حبيب قلبه فؤاد من العراق لروسيا انا حجزت ب 2000 دولار يعني 20 ورقه، هسه صاعده شويه النفرات. ايش قد النفر من بيلاروسيا لاوروبا؟ 2000 دولار حبيبي من بيلاروسيا لاوروبا. شو المميزات الموجوده ببيلاروسيا؟ فينا نضبط اوراقنا ونتعامل. بيلاروسيا ما تخليك اخوي اذا واحد مبدل منفصل يقدر يواجه الوضع ويا البرد يقدر يوصل؟ اي حبيبي يقدر يوصل، ليش ما يقدر يوصل؟ حكيم من وصلك؟ ابو جبل حبيبي وصلني. بعد قلبه يصير اطلع فيزا من العراق البيلاروسي؟ اي حبيبي انا طلعت من العراق، روح النبع جود احجز واطلع. حكيم يا ابو جبل. اي حبيبي ابو جبل هو اللي وداني يا ولد. فدوى لقلبكم سوونا مشاركات يا ولد، انت تتابعون البث. فدوى لقلبكم سوونا مشاركات، اروح لكم فدوى، خلي العالم خطيه تستفاد. ابراهيم الدراجي دومك بخير اخي حبيب قلب، عيوني لك يا ولد. اي واحد عنده سؤال عنده استفسار عنده شيء، شلون يشتري غراض، شنو الغراض اللي يحتاجين، شنو الحاجات اللي يجيبهن وياه، خليه يسالني على مود انا اجاوبه. ابو صهيب النصاب قصدك؟ من هو النصاب حبيب قلبي؟ ممكن مصطفى التميمي، ممكن رقم حبيب، ممكن رقم ابو جبل حبيبي نشرته بالجروب.
بالصفحة نشرته. عندك رقم صاحب السيارة من القابة لبولندا لألمانيا. حبيبي الرقم ما تنشرته بالصفحة مال شو اسمه مال الجروب. زين الدراسة هناك شنو إذا تريد تكمل أنا محط طبي. حبيبي تقدر تدرس هناك كل شيء، عالم هواي، درست وتخرجت، الجو عادي، يتحمل إذا شباب ونلبس هواي ملابس. إي حبيبي أنت تلبس ملابس، من تمشي راح تدفي أصلا راح تعرق. العراقي العراقي أبو جبل العراقي. إي حبيبي أبو جبل العراقي شبيه. إي حبيبي أبو جبل العراقي. عباس حسين أصحاب الشهادات هناك لهم مستقبل. والله حبيب قلبه ما اعرف يعني ليش اكذب عليك، انا بعدني بالكم، مش مدري اني برا الكم يستخرجون الشهادات. لا كاظم جاسم اريد اطلع لوحدي. اي اطلع حبيبي اطلع. سين الحميد لوين وصلك؟ اي مكان ابو جبل. حبيبي اخذني من الغابات مال بولندا وصلني للعاصمه ودبني بالمانيا. امير حيدر انت تحكيني اخوي شنو جبت من العراق وشنو جبت من بيلاروسيا؟ حبيبي انا جبت من العراق اكل وياي، كليتشي، تمر، كيكة جاهزة، يعني هذني المعلبات أكلناهم بالمطار لين المطار جوع. ومن بيلاروسيا اشتريت غراض اللي احتاجنا أنا بالطريق. كم يوم ضليت بالغابة حتى وصلت لألمانيا، وشنو الغراض اللي لازم نجيبه معنا نحتاجه بالغابة؟ حبيبي الجزمة المطرية وهاي الواقية مال المطر تلبسها، المطرية، جفوف، كليتي، جوا